مرحبا يا اخوان، هذا اليوم الثاني لنا بالرود تريب، واحنا هلا نفطر. اهلا ابو البستوني. يا صباح الخير، انت مصور محمود يا اسطى. ظبطنا بالفرح، ظبطنا. هلا بدك هاي الاكل؟ معك لتين؟ معي هلا بطل. هلا خلصنا فطور واخذنا شاورات، وهلا رايحين على سد القلاب، وهناك راح يكون في شغلات كثير حلوه، هايكنج وزيب لاين، وراح يكون في زي كواخ بيوت كوخ، شغلات حلوه يمكن ننام هناك كمان. احنا هنا وصلنا على المكان اللي بنقعد فيه اليوم، وهي الشباب عمالهم جهزوا الخيم والاغراض، وعشان اخذكم لفه على المكان شوي هيك سريعه، بس خليني افرجيكم. بستوني اوبا ابو الياس ملك الخيام قواسمي حبي قواسمي مصور العظيم هذا الكوخ الصغير اجاره 25 دينار والكبير بوسع فيه واحد الصغير والكبير اللي هناك بوسع فيه اثنين اجاره 35 في اكبر منهم اثنين حكى لنا جاره 50 وسع فيه اربعه بس احنا راح نختار اخر اوبشن اللي هو التخييم وراح ياخذ لنا على الواحد 5 دنانير يلا يا شباب على البيكم يلا كيف شعورك يا زيد وانت طالع؟ والله شيء يعني قديش نسبة الخوف من 10؟ ايش؟ نسبة الخوف من 10؟ شو خوف ما خوف؟ رجوب القائد الكبير روح شوفير العزيز كيف الوضع؟ البوصلة ماشية تمام؟ ماشي 100% هلا هلا لقد وقع التليفون وراح ما يوقع ورا تحت لقى البطارية بس لقيته صح؟ هاي نزل 4x4 هيو ولك شو اسمه ياسري انسى ياسري بنسى شباب جاهزين؟ جوب
جاهز؟ جاهز. يلا صوروا يا شباب. يلا باش. ارفع! ارفع! اخوان هلا اليوم خلص وهلا احنا راح نظبط كل شيء ونجهز الوضع للنور. بدنا نولع النراتب القواسم. صحيح. نسوي صجية بندورة. صجية صحيح. لايت بندورة نظبط امورنا بعدين على النور. طيب خلص ابشر والبستوني. حبي. شباب ما تنسوا تسووا لي سبسكرايب. سبسكرايب اهم شيء، اهم شيء السبسكرايب للشانل ولايك على الفيديو. سلام.